صباح الخير، صباح النور، صباح السرور، صباح المحبة، صباح الوفاء، صباح التواصل، صباح التفاعل. صباحكم مبروك مستمعي الكرام، مستمعاتي الكريمات، صباحكم مبروك مشاهداتي العزيزات، مشاهدي الأعزاء. مرحبا بكم معنا وحلقة جديدة من برنامجكم مسابقات مفتوحة في بث مباشر على أمواج الإذاعة الوطنية، في بث مباشر على الصفحة الرسمية لبرنامج مسابقات مفتوحة على الفيسبوك. تحية لكم الفيسبوكيات الفيسبوكيين. صباح النور سي عبد الرزاق مرشد، كنت أول واحد كيقدم التحية من ضمن الفيسبوكيات والفيسبوكيين. صباح الخير مونيكا ستيلا الوفية للبرامج الإذاعة الوطنية، البرنامج حضي راسك، البرنامج مسابقات مفتوحة. زكريا كحيل أيضا صباح النور، صباح الخير نادير فيفي، صباح الخير خالد أرضال وغيركم من الإخوان ومن الأخوات المرتبطين معنا على الصفحة الرسمية الآن واللي كيشاهدوا هذا البث المباشر بالصوت والصورة. شكرا على الوفاء ديالكم وشكرا على تقاسم هذا البث مع أكبر عدد ممكن من المتلقيات والمتلقين. ودعوة لكم أنتم اللي كتستمعوا الآن للإذاعة، لكن عندكم مقيت، يمكن لكم ترتبطوا بالصفحة ديال برنامج مسابقات مفتوحة وتشاهدوا البرنامج وتستمتعوا بالفقرات ديالو. كتبوا فقط على شريط البحث الخاص بالفيس أو محرك البحث اللي عندكم بالانترنت برنامج مسابقات مفتوحة أو برامج محمد عمورة، غادي تلقاو البث المباشر هذا. فتحية لكم جميع. اليوم حلقة واعدة بمجموعة كبيرة من المنوعات الغنائية، منها الجديد ومنها القديم، ولكن اللي مازال شاد لأنه إبداع حقيقي. هناك أيضا مجموعة كبيرة من المعلومات في مختلف المجالات، ربما غادي تتعرفوا على بعضها لأول مرة، وهذا هو الهدف من البرنامج، إغناء رصيدكم المعرفي. فتحية لكم جميع ومرحبا بكم، وكنتمنى أنكم تقدموا معنا أمتع وأروع الأوقات. مسابقات مفتوحة. ألو صباح الخير. ألو صباح الخير، محمد عمورة. مرحبا، أهلا بك، شرفني بالإسم. الاسم محمد اخويا من قلميم. مرحبا بسيدي محمد وقلميم، شنو بلاصه في قلميم السي محمد؟ انا في بوزكان اخويا، كنسكن في بوزكان. تحية لك الناس ديال قلميم وبوزكان. سي محمد شنو كتعمل في حياتك؟ انا موظف سي محمد، موظف جماعي قطاع الجماعات. ممتاز، بالتوفيق سيدي محمد. اعطيني رقمي لو سمحتي. لا كما اخويا الرقم التليفون. لا رقم من 1 حتى 50 في السلسله اللي غتشارك فيها بحال العاده. رقم ديال التليفون عطيتيه لحليمه البوقي. نعم من 1 حتى 50 طبعا. سبعة، رقم 7 اخويا ان شاء الله. رقم 7، وفي رقم 7 غادي نلقاو 4 ديال الاسئله، مبلغ مالي افتراضي. طبعا المبالغ الماليه اللي كنتكلموا عليها ماشي حقيقيه، هي افتراضيه فقط باش يمكن نستمروا في السلسله ونمكنوا المشارك من انه يشري، طبعا في غياب ميزانية خاصة للبرنامج باش يمكن يقدم هدايا للمتلقين ديالو. إذا قلنا 4 ديال المراحل، 1000 درهم مبلغ مالي افتراضي، شري المساعدة في المرحلة الثانية مقابل 500 درهم، خذ مساعدة بالمجان في المرحلة الأخيرة. ونمشي لسؤال المرحلة الأولى ونتعرفوا على صاحبة هذا الصوت، من تكون يا سيدي الفاضل؟ سيدي محمد. أصلا نصري لا؟ أصالة نصري جوابك صحيح. ونمشي لسؤال المرحلة الثانية، سي محمد كتعرف أن دور الحضانة كتلعب واحد دور كبير لكخش وليدات اللي عندهم والديهم كيخدموا وباقين صغيرين، فوالديهم باش يمكن يحلوا المشكل كيمكن يديهم للحضانة. هاد الفكرة جات لواحد الشخص من واحد الجنسية أوروبية، ونشأ أول حضانة في العالم سنة 1837. أول حضانة في العالم مستمعي الكرام ومشاهدي الأعزاء نشأت سنة 1837 في واحد الدولة أوروبية. أش من دولة هذه؟ أش من دولة اللي تنشأت فيها بشكل فعلي أول حضانة في العالم؟ خذ مولا التفكير. محمد
نعم اخويا يمكن ناخذ مساعده سمح لي. ما غادي نقولوا يا سيدي فرنسا انجلترا المانيا. فرنسا انجلترا المانيا. كنظن انجلترا. الجواب الصحيح كان هو المانيا. تحياتي إليك سي محمد. إذن كان التأسيس الفعلي لأولى دور الحضانة في العالم عام 1837 من قبل واحد الشخص ألماني الاسم دياله هو فريدريك فروبل، فكان هو أول شخص جاتو هذه الفكرة ديال إنشاء الحضانة، وبقات كتطور هذه الحضانات شيئا فشيئا. كانت الفكرة من الحضانة، وكنظن باقا سارية المفعول إلى حد الآن مع نوع ما من التطوير، هو جعل الأطفال يتعلمون عن طريق اللعب ويخوضوا واحد المجموعة ديال التجارب منذ الطفولة ديالهم باش يتعلموا. فإلا مشيتوا تنزلوا وليداتكم في شي حضانة كان الظروف ديال الخدمة ديالكم كتفرض عليكم أن وليداتكم يكونوا في الحضانة، خصكم تبحثوا هذيك الحضانة شنو هي الطرق ديالها التربوية، شنو هي نوعية الألعاب اللي كتقدم للأطفال ديالكم. ما تخليهمش فقط في دور الحضانة اللي الهدف منك تكون واحد المرأة حاضياهم وكتنعسهم وقلس انت سكت انت، لا. دور الحضانة واخا يكون الوليد ديالكم باقي صغير العمر ديالو عامين او كتر شوية، راه كتلعب دور اساسي في التنشئة او في التربية. اذا نعرفوا عندما تخليوا الوليدات ديالكم. جيد، جاوزنا المكالمة الاولى ونمشيو مع بعضنا للمكالمة الثانية. الو، صباح الخير. السلام عليكم. مرحبا سيدي. وعليكم السلام، شرفني بالاسم اللي سمحتي. مصطفى من عرباوة. السلام. مرحبا بالسي مصطفى. وعرباوة شنو بلاصه في عرباوة مصطفى؟ دوار ولا الزمير بالضبط، فرقان. تحيه لكل ناس عرباوة. وشنو كيدير شي مصطفى في حياته؟ كندير سائق ديال البوكلان. السلام. سائق بوكلان، يعني الالات الكبيره ديال الحفير وديال الشط. ديال الحفير غالي. كتخدم مع شي شركة ولا كتخدم لنفسك؟ مع شركة سي عمورة. مع شي شركة. اش كتخدم في الطرقان في الديور شنو بالضبط؟ لا، حاليا خدام في المنجم ديال طحن الحجر، كتحنى الحجر. في كارير ديال الحجر. اييه. مزيان. شحال من عام عندك في هذه الحرفة؟ 14 عام سي عمورة. 14 عام. وشنا هي المواصفات اللي خص تكون في شخص اللي يخدم في هذه الآلات الكبيرة والخطيرة والثقيلة؟ الشخص يكون متمكن و... ويعرف شنو كيدير، وشويه ديال الحكمه و... والتجربه. والتجربه كتجي مع مر السنين سي عمور، مع الممارسه. يعني انت مع الممارسه، يعني كل مره كتكتشف خدمه جديده، كل مره كتكتشف حاجه جديده، كتطور راسك براسك، خصك تجتهد. انت قبل ما تعمل البوكلان، ولا قبل، واخا دابا كنقولوا على البوكلان لان كنتكلموا على ماركه، ولكن أيه. هكذا معروفه في الاوساط الشعبيه وفي الاوساط الحرفيه. اييه، فيها لي مارك ياس محمد طبعا. فالعمل في هذه الالات ديال الحفر، هذه الالات الكبيره، واش خدمتي فيها مباشره ولا تدرجتي مثلا وتعلمتي مع شي واحد؟ كنت مساعد سائق تقريبا لمده سنه. ومن بعد خدمت بوحدي، يعني بديت كنخدم بوحدي. كتخدموا للساعه ولا كتخدم للنهار ولا كتخدم للشهر؟ لا، الشهر سي عمورة. كاين على حسب، كاين الشركات اللي كيخدموا للساعة، كاين الشركات اللي كيخدموا للشهر، على حسب. وعندك شي تأمين شخصي بغض النظر على التأمين ديال الآلة؟ أنت واش عاملين لك شي أسيرونس لا قدر الله وقعت شي حاجة؟ لا لا، ما كاينش سي عمورة هذاك الشيء. كاين الشركات، قليل الشركات اللي كيدير لك التأمين الشخصي، كاين التأمين على حسب الآلة. هادشي اللي كاين. عشتي شي احداث، شي حادثه وقعات لشي حد من الاصدقاء ديالك، ولا انت كات الله يسر والله ينجيك توقع لك شي حاجه؟ كاين حوادث كتوقع مع هاد الالات الكبيره؟ كتوقع سي محمد عمورة، كاين حوادث اليمه وقعات، تقدر تشوف فيهم سي عمورة. انا بيدي حضرت على واحد الحادثه، ولكن الحمد لله السائق بعدا نجا باعجوبه. واش كتقلب الاله ولا شنو كيوقع؟ كتقلب سي محمد عمورة، الا ما كانش الانسان متمكن مزيان، وحيت خصك تاخذ الاحتياطات ضروري سي محمد عمورة. هذا الشيء يعني واحد المعاناه، راه لا حول ولا قوه الا بالله. اخر سؤال وندوزو للمسابقه ديالنا، واش هاد الالات كتخضع لشي صيانه دوريه، كتصلاح، كتقابل، كت البياس اللي كيتبدل البياس مزيان ولا غير ترقع؟ وا داك الشيء ثاني كيبقى ثاني على حسب الشركات. كاين الشركات اللي كيصلحوا، كاين الشركات سي محمد العمور ترقع وصافي، وديباني كما كنقولوا بالعاميه. المهم الخدمه غاده وصافي.
هذاك الشيء اللي كاين سي عمور. واضح. واسمح لي راه مرتبك شويه وانا سعيد جدا اسي محمد كنتكلم معاك و... الله يبارك فيك. انا اسعد قريبا هذه شي 18 عام وانا نتبعك سي محمد عمور. الله يطول عمرك. هذا شرف سيدي مصطفى وانا اسعد. سيدي مصطفى عطيني رقمي الا سمحتي من 1 حتى ل 50. ناخذ 34. 34 يلا سيدي غادي نلقاو في 34 ايضا ربعه ديال الاسئله مبلغ مالي افتراضي يقدروا 500 درهم. عندك جوج المساعدات بالمجان غادي تاخذهم وقت ما بغيتي. وقت ما بغيتي غتاخذ مساعدات بالمجان جوج. يلا تعرف على صاحب هذا الصوت من يكون. صاحب الصوت من يكون يا سيدي الفاضل؟ ما تعرفش عليه وكتمنى شي اشاره من قلت محمد عموره. اذا انت ترغب في اشاره ترغب في علامه. كيفاش غادي نديروا لهاد الاشاره يا سيدي مصطفى؟ كنضر ساقط الاشاره سي محمد عمور. راغب علامه. راغب علامه جوابك صحيح. نمشيو للسؤال المرحله المواليه يا سيدي الفاضل وغادي نتعرفوا على بعض التقاليد ديال الزواج حول العالم. وحنا في الصيف وايضا بلادنا كتشهد الحفلات ديال الزواج وطبعا حتى حنا عندنا تقاليدنا يمكن تبدو غريبه عند امم اخرى وشعوب اخرى. بحال حنا دابا غادي نتعرفوا على بعض التقاليد الغريبه في واحد الدوله وراه غادي نعطيك الاحرف المكونه للاسم ديال هذه الدوله. بعض القبائل في هذه الدوله كتمنع ان العروسه المراه العروس تمشى على رجليها نهار الزواج ديالها. ممنوع تنزل رجليها على الارض. الاب ديالها كيحملها من دارهم حتى لدار العريس. ومن الامور الاخرى اللي كيخصها دير هذيك المراه نهار العرس كيخصها تلون الاسنان ديالها باللون الاسود. يعني بخلاف حنا اللي كيمشيو يديروا البياض وكيبيضوا الاسنان وما الى ذلك. التقاليد ديالهم كيخصها تلون الاسنان ديالها باستخدام اللون الاسود نهار ديال الزفاف ديالها. وكيترتب عليها نهار الزفاف ديالها انها تغسل القدمين ديال الزوج ديالها. كيخصها تغسل لراجلها رجليه في ذاك النهار عربون على انها مستعده تخدم الاسره ديالها وانها تطيع الراجل ديالها. فهذه الدولة الأحرف اللي كتكون الاسم ديالها هي كالتالي طبعا مبعثرة. عندنا حرف النون وجوج المرات حرف الياء حرف السين حرف الدال حرف الواو والنون جوج المرات حتى هو وألف بالهمزة. الهمزة تقدر تكون من الفوق من التحت على الواو. نعود لك الأحرف. عاود لي الأحرف استماع من عمور. جوج المرات حرف النون جوج المرات حرف الياء مرة واحدة حرف السين مرة واحدة حرف الدال مرة واحدة حرف الواو ألف بالهمزة يمكن الفوق لتحت أو على الواو. الواو دير زتالك ألف همزة الفوق ولا لتحت ثم ألف. صافي يلا وضمو للتفكير. كاين مجموعة ديال الأجوبة الصحيحة على الصفحة ديال البرنامج. وتحية للأخوات والإخوان اللي كيقدموا التحية. لالا سعيدة مزابية بديعة فرجيج هشام عشيق سعيد محراوي منصوري سعيدة سمية الغالية حمدون أحمد مونيكا ستيلا دائما معنا زيرق ويسام بالحنيشي أحمد عبدو وغير ذلك من الإخوان ومن الأخوات. عندك جواب ولا مازال شوية؟ عندي اسم محمد أمورة. يلا سيدي قول لي ما عندك. إندونيسيا. صحيح جوابك صحيح هي هذيك. مزيان مشينا للسؤال المرحلة الثالثة. تبغي نبقاو في التقاليد ديال الزواج نبحثوا على دول أخرى ولا ندوزوا للمجال الآخر؟ لك الاختيار. المجال شنو المجال محمد؟ واش كاين مجالات في الثقافة عدة. نمشيو لمجال آخر. نمشيو لمجال آخر يلا. لك ذلك يا سيدي الفاضل. وغادي نبحثوا على طبعا هذه المعلومة باستمرار كتغير لأن كنقولوا مثلا لا قلنا هذه واحد الخمس سنين ولا ست سنين شنو هو أطول جسر في العالم.
من بعد كيجي جسر اخر ربما يكون اعلى منه، اضخم منه، اطول منه، فالمعلومه كتغير باستمرار، ولكن ارقام، ولكن من بعد سنوات طبعا. فالان شنو هو اطول جسر في العالم؟ قول لي الدوله فين كاين، انت ماشي مضطر انك تعطي الاسم ديال هذا الجسر، ولكن اطول جسر في العالم غادي نتفاجئوا لما نعرفوا على شحال كيمتد، شنو هو الطول ديال هذا الجسر ديال بين قوسين هذه القنطره، ولكن في هذا الطول اللي غادي نسمعوه راه ما كتبقى شي قنطره. ففاش من دوله كاين اطول جسر في العالم سيدي مصطفى؟ يلا خذ مولى التفكير المستمعات والمستمعين، وانت سيدي مصطفى عندك مساعدة بالمجان؟ طبعا عندك مساعدة. غادي نقول الصين، اليابان، كوريا الجنوبية. الصين، اليابان، كوريا الجنوبية، ماذا تختار؟ أقول الصين محمد. الصين صحيح. أطول جسر في العالم كاين في الصين. كيبقى الآن الطول ديالو واش من 0 ل 50 كيلومتر، من 50 ل 100 كيلومتر، أو فوق ال 100 كيلومتر؟ خذ مولى التفكير يلا. سيدي مصطفى نقول فوق 100 متر محمد. تصور 164 كيلومتر و 800 متر. سمعوا مزيان الطول ديال اطول جسر في العالم 168 164 كيلومتر و 800 متر. 164 كيلومتر و 800 متر. الارتفاع ديالو الان شحال؟ وهذا سؤال المرحله الاخيره. الارتفاع ديال هذا الجسر شحال؟ باقي عندك مساعدة بالمجان واحدة، وهذا آخر سؤال. شكرا محمد. شحال الارتفاع ديال هذا الجسر؟ بشحال مرتفع على الأرض؟ نشير أنه الميزانية لإنشاء هذا الجسر بلغت 8.5 مليار دولار. 8.5 مليار دولار، ميزانية ضخمة وضخمة جدا لإنشاء جسر طول ديالو 164.8 كيلومتر. وطبعا ماشي اعتباطا أو من أجل التباهي إنشاء هذا الجسر، ولكن كيقدم خدمات في مجال التواصل، خدمات اقتصادية مهمة ومهمة جدا، تعلوه أيضا سكة حديدية، وطبعا سير في الاتجاهين بالنسبة للعربات السيارة. سيدي مصطفى شنو كتقول؟ الجسر هذا سي محمد عمورة وسط يعني وسط البحر ولا في الجبال ولا فيه؟ كاين اليابسة وكاين الوديان وكاين البحر، والاسم ديالو جسر دانيانغ كونشان، كاين ما بين شانغاي ونانجينغ عبر مقاطعة جيانغسو في الصين. طبعا انا عرفتك ما تعقل حتى شي حاجة من هذا الشيء، ولكن لك نقدم المعلومة. عندك صحة سي محمد عمورة، كنشكرك بزاف سي محمد عمورة، والله مسبب البرامج ديالك. الله يطول عمرك. العفو. وكنهضر بواحد الوساطة يعني كان ارتباك ما وقعش عندي سي محمد عمورة، كنشكرك بزاف. العفو، مرحبا بك سيدي مصطفى. إذا قلنا شحال في نظرك غادي يكون الارتفاع ديالو من الأرض؟ نعطيك الاحتمالات مادام عندك الحق في المساعدة. غادي نقول لك الارتفاع ديالو 60 متر، 80 متر، 100 متر. 60 80 100 100 متر 60 متر 80 متر، ارتفاع على سطح الأرض طبعا.
وإلا كانت شي مسطحات مائية فأنا بشيء. جوابك صحيح. شوف الضربات الحظ عندك اليوم شادة معاك ممتاز. أول مشاركة وأنا سعيد جدا أستاذ محمد عمورة ومدمن على البرامج ديالك لا حدي راسك ولا القنوات ديال اليوتيوب ولا كل شيء. أستاذ محمد عمورة الله يطول عمرك، هذا شرف لي. شكرا سيدي مصطفى، كنت رائع وتجاوزتي كل المراحل. طبعا قلتي القنوات ديال اليوتيوب، أنا عندي قناة واحدة، كاين بعض الناس اللي كينشؤوا بعض الحسابات بالاسم ديالي سمحهم الله، ولكن كاين قناة واحدة أموغا تيفي، قناة محمد عمورة على اليوتيوب. شكرا للإخوان اللي مشتركين فيها، وشكرا للإخوان اللي عندهم رغبة أنهم يشتركوا فيها وطبعا يشجعوا المحتويات الهادفة. كنلقى بعض الإخوان كياخذوا المحتوى كيعملوه في مواقع التواصل الاجتماعي أخرى، تيك توك، في تويتر، في غيرها. في بعض الأحيان كنغض الطرف، ولكن في بعض الأحيان لا. فكنتمنى عليكم أنكم تكونوا موضوعيين ومنطقيين وما تقبطوا شيء المحتوى كوبي كولي وتنزلوه، على الأقل يكون واحد النوع ديال الاجتهاد، وإلا غادي نكون مضطر أنني نسينيالي بعض المواقع وبعض الصفحات وما إلى ذلك. جيد، تحياتي إليك سيدي مصطفى، كنت رائع وتجاوزتي كل المراحل. ومرة أخرى تحية للفيسبوكيات والفيسبوكيين الرائعات والرائعين واللي باستمرار مرتبطين معنا، سي عبدو عبدو، سعيد أبو شيبة، محسن الوزاني، لاطفة بن عمر، عبد الفتاح الورياني، أبو عمران. فمعذرة الإخوان والأخوات اللي ما كيسمعوا شيء الأسماء ديالهم، لما كان القندرة على التعاليق اللائحة اللي لقيت قدامي كان نقول الأسماء ديال الإخوان والأخوات اللي فيها، ولكن كان عارف أنه كاين آلاف التعاليق، فمعذرة، ما تقلقوا شيء لما شمعتوا شيء الإسم ديالكم. مكالمات ومكالمات دائما تريد على الرقم الهاتفي 0537709939. شكرا على الوفاء ديالكم. ألو، صباح الخير. صباح الخير سي عمورة. مرحبا، شرفني بالاسم. يوسف من سيدي قاسم. مرحبا بسيدي يوسف وسيدي قاسم. شنو بلاصه سيدي قاسم يا يوسف؟ حي الزاوية. صباح الخير يا سكان حي الزاوية في سيدي قاسم. سيدي يوسف شنو كتعمل في حياتك؟ أنا بقال. بقال، تحية لكل البقالة الرائعين واللي كيعملوا أدوار رائعة. شحال من عام عندك حتى بقالت؟ أسيدي يوسف. أخ عمورة، لنا الشرف أننا نشاركوا معك اليوم، وحنا من المتتبعين ديالك من خلال البرنامج ديال من كو إليك، من اللي كانت الرسائل البريدية. صحيح. وكان واحد الأخطاء يتواصل معك بزاف من سيدي قاسم رضوان لمدة رضوان. وبرنامج حدي راسك، وبالإضافة لبعض البرامج اللي كانت كتقدم في القناة التلفزية، وكان افتخروا بك أخ عمورة. الله يطول عمرك، هذا شرف لي يا سيدي يوسف. سيدي يوسف شحال من عام عندك في تبقالت؟ عندي 11 عام. ما شاء الله، 11 عام ماشي سهلة. وشحال في السن ديالك؟ شحال في عمرك دابا؟ عندي 45. 45 عام. كيقولوا أنه الحانوت سجن بالنسبة للبقال، فهل الأمر صحيح؟ نعم نعم، إلا ما عرفش ينظم وقته وحياته ويعطي حق لوليداته كيكون حبس. فأنت مفروض عليك أنك تحل يوميا من واحد توقيت حتى لواحد توقيت. كيفاش كتعمل لها التنظيم؟ كتساد، كتجيب واحد آخر يقابل، شنو كدير؟ كنفيق مع السبعة، السبعة ونص ديال الصباح كنفتح المحل ديالي مع الثمانية، كتوصل هذيك 3 ونص كندير واحد لافيس الحانوت اللي كان مفتح شويه واحد ساعه ولا ساعه ونص، وكنبقى هكاك حتى لديك 10 ونص 11. هادشي يوميا. والجمعه راح. الجمعه كتسد النهار كله. النهار كله راح، كيشوف رياضه، كيشوف الاستعمال الاخر. ممتاز سيدي يوسف. مع هاد الزيادات اللي كاينه في الاسعار للاسف، فواش الناس ديال تبقالت ضروا حتى هما من الزيادات، ولا حتى هما كيزيدوا فيه وغادين؟ كاين واحد المجموعه من التراكمات عند البقال. كاين اول حاجه كيفاش دوزنا المرحله ديال كورونا، كاين اللي كان ديك الساعه كنستغل الظرفيه وجمع واحد الثروه من خلال ان الناس كانوا كيكدسوا المواد الغذائيه، المواد الغذائيه في ديورهم. وكاين البقال اللي تعامل مع المواطن وكان كيدير الحق ديال الواجب الوطني، منهم عبد ربي والله شهيد. رائع.
دابا حنا كنجنيو واحد شويه ديال المضره بالنسبه للجائحه ديال كورونا، لان يعني مع الغلاء ديال الاسعار وفي نفس الوقت كاين واحد المشكل ان هامش الريح ما بقاش في المواد الغذائيه، وهذا الشيء راه الجميع كيعرفوا. ومن خلال عاوتاني التعامل في الحي الشعبي انك كدير الكريدي، كاين كتولي بحال دابا انا كاين القرعه ديال الزيت كنا كنقيدوا لها 220، دابا كتولي تقيد لها 450، اذا كتضاعف الكريدي لهذاك السيد اللي كيبقى هو الاجره ديالو في بلاصتها ثبوته. كاين بزاف المشاكل، لكن الحمد لله عايشين. الحمد لله. يمكن سؤال غادي يدخل في صلب الاسرار المهنيه ديالك، بغيتي تجاوبني عليه جاوب، ما بغيتيش لك الحريه. ماشي مشكل، انا ما عنديش. شنو اقل هامش ديال الربح؟ كاين كنتكلموا على المواد الغذائيه، شنو اقل هامش ديال الربح وشنو اكبر هامش ديال الربح في المواد الغذائيه؟ خلينا من الاشياء الاخرى اللي كيدخل البقال باش يعاون بها، كنتكلموا على داك الشيء اللي كيتكال وتشرب. عندي نهضروا على 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 الحليب. مثلا الحليب سيدي كناخذو حنا دابا ب 65 ريال، كنبيعو ب 70 ريال، 5 دريال هامش الربح فيه الضو، فيه الثلاجة، فيه ميكا. نكونو صريحين، بحال دابا المواد الغذائية اللي هي العطرية، العطرية كنا واحد الوقيتة قبل الجائحة كنديو النص بالنص ولا أكثر، دابا بقى كاين الكيلو اللي مابقاش كيخلي لنا حتى 6 دريال. واضح. طبعا كنقولوا النص بالنص في الكيلو اللي كتبيعوا انت، درهم ديال البزار، جوج درهم ديال التحميره، لا درهم ونص، غادي 4.5 كيلوات. واضح. اذا 5 دريال اللي كيربح البقال مثلا في الحليب. قرعه الماء شحال كتربح فيها ديال ايترونس بلا ما نذكروا السميات؟ ايترونس كاين دابا اللي كتخلي لك 13 ريال، كاين اللي كتخلي لك 15 ريال. 13 ريال ولا 15 ريال؟ 15 ريال. الى بعتي، لان احنا دابا عندنا البريفيكس ماشي بحال المقاهي ولا الناس اللي كيمشيو ولا يكونوا في البحر ولا شي محلات يكون عندهم ديك باينه نسبه الزياده. طبعا الا تكلمنا على البسكوي وهذا غتربح واحد 2 دريال 4 دريال. البسكوي نقول لك كانت واحد لي مارك اغلب الاكاطوات كانوا كيديروا 960 ريال. الكرتونه الباكيه. الباكيه كنبيعوه بدرهم، فيه 60 درهم يعني 1200 كنا كنربحوا سيدي 240. دابا وصل ل 1000. دابا وصل ل 1060 1040، بمعنى تزادت على مول البقال على البقال وهو ما زادش في هذيك الكاطو. كاين اللي كيبيع بدرهم ونص، ولكن حنا بقينا كنبيعوا بدرهم، اذا حنا تزادت علينا 5 دراهم في الكارطون. واضح. شكرا. طبعا فهمتوا مستمعي الكرام ومشاهدي الاعزاء انه كنجريو هذا الحوار باش تفهموا عاود واحد الواقع اخر، وباش تكون عندكم واحد الثقافه اخرى ملي تمشوا عند مول الحانوت تعرفوا شنو هي المعاناة اللي كيعيشها حتى هو. جيد سيدي يوسف، شكرا على هذه المعلومات اللي عطيتينا، ولا سمحتي اعطيني رقم من 1 حتى 50. اعطيني 10. رقم 10 يا سيدي. 3 ديال الأسئلة، مبلغ مالي افتراضي قدره 500 درهم، عندك المساعدة مرة واحدة بالمجان غادي تاخذها، وغادي نمشيو يا سيدي الفاضل ونحاولوا أننا نتعرفوا على صاحبة وصاحبة هذا الصوت. من 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 تكون؟ خويا العزيز، هادي يا الناسيني ديال الفنانة القديرة لطيفة. صحيح، لطيفة رأفت اللي أعادت هاد الأغنية العريقة في طرب المغربي. جيد، مشينا يا سيدي الفاضل. السؤال المرحلة الثانية، شحال من ديانة كاينة حول العالم؟ العالم يا مستمعي الكرام ومشاهدي الأعزاء فيه أعداد هائلة من الديانات، وكل أتباع شي ديانة بالنسبة لهم هذيك الديانة هي اللي كتمثل الحقيقة المطلقة، كيقدموا لك الأدلة وكيقدموا لك كل البراهين على أن ديانتهم والمعتقد ديالهم هو المعتقد الحقيقي 100%، وكينظروا لباقي الديانات على أنها ما وصل شيء للمستوى الروحي والمستوى ديال الضبط اللي كاين في الديانة ديالهم. كل ديانة كتنظر هكذا، وكل نظام من الأنظمة الحاكمة في تلك المناطق اللي كدين بتلك الديانات كيشتغل باستمرار على أن الشعوب اللي في تلك المناطق تبقى عندها نفس المعتقدات، وكيعمل كل ما في جهده باش يعمل الماركتينغ ديال هذاك الدين. هذا الشيء يمكن تبحروا فيه وتقراوا عليه وتفهموا وتقراوا على تاريخ الديانات باش تفهموا أولا شنو هو الدين، فشنو هو العدد ديال الديانات حول العالم يا سيدي يوسف؟
سيدي يوسف. نعم سيدي عمور. أنا كنعرف أن أكبر وأكثر دولة في ناحية الديانات هي الهند، اللي فيها الديانات بزاف. صحيح. وممكن ممكن نطلب مساعدة أنني واش بالآلاف ولا بالعشر آلاف. بالآلاف. ولكن يمكن نقدم لك ثلاثة ديال الاحتمالات إلا بغيتي. نعم مرحبا. نعطيك ثلاثة ديال الاحتمالات، غادي نقول لك بحسب الدراسات كاين 2300 ديانة في العالم، 3300 ديانة، 4300 ديانة. 2300، 3300، نقولوا الخير الأمور أوسطها. شنو بغيتي تقول؟ بغيتي تقول ديك القضية ديال خير الأمور أوسطها. أها وماذا؟ لأن هذا السؤال اللي فايت لي سمعته عندك أنت، هذا السؤال فايت لي في البرنامج الحالي هذي. أنا كنقول لأن في الأول كنت تنشك في 3000، ونقدروا نقولوا خير الأمور أوسطها. 3300. 3300. لا للأسف سيدي يوسف، 4300 ديانة. حول العالم كاين 4000. مزيان، الاهم انك غتاخذ المعلومه وتعقل عليها، وغادي نضيف لك اشياء اخرى. 4300 ديانه، ولكن كاين خمسه ديال الاديان اللي مشهوره واللي كيعتنقوها حوالي 75% من سكان العالم. خمسه ديال الديانات اللي مشهوره اللي هي المسيحيه والاسلام واليهوديه والهندوسيه والبوذيه. هذه الديانات المشهوره اللي كيعتنقوها حوالي 75% من سكان العالم، بالاضافه طبعا للادينيين اللي ما كيامنوا حتى بشي دين. اذا عندنا 4300 ديانه حول العالم، خمسه ديال الاديان مشهوره كيعتنقوها 75% من سكان العالم، طبعا بالاضافه للناس اللي ما كيامنوش بالدين بصفه نهائيه. جيد سيدي يوسف، شكرا على المشاركه ديالك، وغادي نمشيو مع بعضنا إلى سؤال آخر لمستمع آخر أو مستمعة. ألو صباح الخير. صباح النور والياسمين. صباح الخير سي عمار. مرحبا، الاسم الكريم. معك عايدة من كازا. مرحبا بلالة عايدة ومدينة الدار البيضاء. شمن حي في الدار البيضاء لالة عايدة؟ كابرة في حي الفرح. ممتاز، مرحبا. يبارك فيك لالة عايدة. شنو كتعملي في حياتك إلا سمحتي؟ انا خدامه في الدومين ديال لي زاسيونس. ديال لاسيونس. ديال لاسيونس. ممتاز. شحال من عام عندك في المجال ديال التعويضات على الحوادث السيارات؟ ممتاز. شحال من عام عندك في هذه المهنه في المجال ديال لي زاسيونس ديال التامين؟ دابا تقريبا شي 3 سنين. 3 سنين. كنت في دومين اخر ورجعت دابا لي زاسيونس. جيد. غادي نطرح لك غير سؤال واحد، ما عرفتش عندك المعلومه ولا لا. الناس بزاف كيتشكاو من تاخر الموعد ديال التعويضات، يعني ملي كتوقع الانسان شي حادثه، وغنقولوا حادثه اللي فيها جرح ولا اللي فيها وفاه ديال شي حد، والورثه ديالو او الشخص نفسه الا كان جرح تصاب شي عاهه كيتسنى التعويضات ديالو، وكتاخذ ليها سنوات. فواش عندك فكره علاش؟ بالنسبة للتعويضات اللي عندها علاقة بأضرار جسمانية، أنا ما عنديش علاقة بها. التعويضات الأخرين بالنسبة لي أنا كيتخلصوا في وقتهم، نظرا لكمية الحوادث السير اللي كاينين في المغرب، راه كل نهار تقريبا راه ما شاء الله كاين حوادث كثيرة. غير سميتو لا كومباني اللي خدامة فيها أنا، كاين إحصائيات حتى 300 حادثة في النهار، وهذا رقم ما ساهلش. وسميتو باش ترضي لاسيونس الكليان ديالها كدير بليزيوغ بروسيدور باش تسرع التعويضات، ومع ذلك كتاخذ الوقت اللي كيخصها تاخذه. داك الشيء اللي كاين. هذا راجع غير سميتو نسبة الحوادث اللي كاينين اللي كيداروا باغ جور. جيد للعايدة. طبعا هذا الموضوع ديال لي زاسيغونس ديال التامينات فيه بزاف ما يتقال، وكان البرنامج عمل برنامج حضي راسك عمل واحد الحلقه خاصه بهاد التامينات، وتكلمنا على المشاكل اللي فيها والمؤاخذات اللي عند المواطنين، وهذا ماشي موضوعنا لاله عايده في برنامج مسابقات مفتوحه اللي كيطلب منك رقم من واحد حتى ل 50. واحد حتى 50 نديرو 9. سعود، كتعرفي شنو المعنى ديال اسم عايده؟ عايده؟
اللفحة صراحة ما عرفت. ما عرفتيش. هو خصك تعرفي أنه اسم من أصل عربي، هو تخفيف الكلمة عائدة في اللغة العربية. عائدة هو غير تخفيف الكلمة عائدة في اللغة العربية، ولكن ولكن هذا الاسم عنده معاني أخرى في اللغة الإيطالية مثلا، وفي اللغة اليابانية. في اللغة الإيطالية كيعني السعادة، كيعني السعادة، وفي اللغة اليابانية كيعني المطار عبر الحقول، الشتاء اللي كتكون في الحقول الشاسعة وما إلى ذلك. جيد، تعرفتي الآن على المعنى ديال الاسم ديالك، وطلبتي سلسلة رقم 9 وغادي نلقاو فيها 4 ديال الأسئلة مبلغ مالي افتراضي قدره 1000 درهم. وسؤال أول طبعا فني كما هي العادة. يلا خلينا نتعرفوا على صاحبة وصاحبة هذا الصوت. من يغني؟ تعرفتي عليها؟ أنا عرفت، هي واحد مغنية يمنية. صحيح. وغنت مجموعة من الأغاني المغربية، ولكن مشى ليا التسمية ديالها. تقربني شوية. بل بلقيس. شوفك جيد، ونمشيو مع بعضنا السؤال المرحلة الثانية. تكلمنا قبيلة على الديانات، وتكلمنا على أنه كاين 5 ديال الديانات هي اللي كيعتنقوها 75% من سكان العالم. قلنا الإسلام، المسيحية، اليهودية، الهندوسية، البوذية. إلا بغيتي ترتبي 3 الاولين من هاد 5 من حيث العدد ديال المعتنقين ديال هاد الديانات. كاينين 3 هما الاولين، ولكن كيخص ترتبيهم اولا، تعرفي عليهم وترتبيهم من حيث العدد الاكبر، من الاكبر للاقل ديال المعتنقين ديال هاد الديانات. فبعد شكون هما هاد 3 الديانات من هاد 5 اللي هما الاولين؟ قلنا كاين الاسلام والمسيحيه واليهوديه والهندوسيه والبوذيه. هاد 5 عطيل البرنامج 3 الاولين منهم بشكل مرتب من الاكثر للاقل. واضحه للعايده؟ واضح جدا. يلا خذي لك مهله. عايدة. نعم. تفضلي. كاين شي مساعدة هاد الوقت؟ عندك الحق في مساعدة، عندك الحق في مساعدة. ولكن حتى عندي الجواب، ولكن ما نتأكدهاش. غادي نعطيك 3 الاولين ارتبيهم، صافي؟ غادي يبقى عليك الترتيب، غادي يعطيك البرنامج نصف الجواب وغيبقى عليك النصف الآخر. غادي نعطيك الهندوسية والمسيحية والإسلام، هادو 3 الديانات الأولين من حيث العدد ديال المعتنقين. الآن رتبيهم، شكون الديانة اللي عندها أكبر عدد ديال المعتنقين، شكون الثانية وشكون الثالثة؟ باش نعاود ليا، كاين قلتي ليا الإسلام، الهندوسية والمسيحية والإسلام. الديانة الهندوسية، الديانة المسيحية، والديانة الإسلامية. دونك ديروا الأول الديانة الإسلامية. المسيحية ثم الهندوسية. الديانة المسيحية هي الأولى بحوالي 2.1 مليار ديال الناس اللي متبعينها، ثم كتجي الديانة الإسلامية بمليار و800، ثم كتجي الهندوسية بمليار 0.5. هادو هما 3 الأولين. المسيحية في المرتبة الأولى حول العالم، من بعدها كاين الإسلام، من بعدها الديانة الهندوسية، من بعدها كتجي الديانة البوذية، ومن بعدها كتجي الديانة اليهودية. هذا هو ترتيب ديال 5 ديانات اللي 75% من سكان العالم يدينون بها، من أصل 4300 ديانة اللي كاينة حول العالم. ألو، صباح الخير. السلام عليكم. صباح النور تعمورة. أهلا بك، تشرفيني بالاسم إذا سمحتي. معك هناء من مدينة فاس. مرحبا بلاله هناء. ومدينة فاس، من بلاصة فاس هناء؟ أنا من واد فاس. من واد فاس، صباح الخير يا سكان واد فاس. وشنو كتعمل لاله هناء في حياتها؟ أنا أستاذة تعليم ابتدائي.
ممتاز. لغة عربية فرنسية، اش من مادة؟ انا اللغة العربية، اللغة العربية حاليا. حاليا ممتاز، مرحبا بك لالا هنا. شحال عندك من عام في هذه المهنة النبيلة؟ 19 سنة. ما شاء الله 19 عام. 19 عام. الله يوفقك لالا هنا، الله يوفقك. وكيف كيف كيبان لك التعليم كيتطور نحو الاحسن او نحو الأسوأ؟ وكما كيعرف الجميع وكما كان نلاحظوا كاملين، راه التعليم صراحه غادي في تدهور صراحه. الله شحال هذه كان شويه القيمه للاستاذ والمدرسه والتلميذ، ودابا زعما كان عاني بصراحه. الحمد لله، ولكن نتمنوا الخير في المستقبل. نتمنى ذلك، نتمنوا ان التحركات ديال السي بن موسى تاتي الاكل ديالها، وما يكونش غير كلام وما يكونش غير حبر على ورق، وماشي غير دوز 5 سنين ديال الولايات هذه الحكومه وما يوقع والو. فنتمنوا التوفيق للعمل. جيد لله هنا. اعطيني رقمي لو سمحتي من 1 حتى ل 50. نعطيك 39. 39، وعلاش بالضبط 39؟ العمر ديالي 33 سنه. الله يطول لك العمر لله هنا. بارك الله فيك تعمر على حسك. 39 ربعه المراحل، 1500 درهم مبلغ مالي افتراضي، شراء المساعده وارد لي مرتين، حديو معايا من الان لو سمحتي. المساعدة في المرحلة الثالثة والمرحلة الثانية. الثانية والثالثة، جيدة لالا. وغنمشيو مع بعضنا لسؤال المرحلة الأولى، ونحاولوا أننا نتعرفوا على صاحب هذا الصوت، من يكون؟ لالا هنا. نعم السيد. حاتم عمور. حاتم عمور، جوابك صحيح. طبعا ما نحتاجش نسولك على المعنى ديال الاسم هنا. واضح. الهناء والسعادة والحبور والانبساط وما شئتي. جيد للهناء. سؤال المرحلة الثانية اللي كنتمنى أنه يكون في المتناول ديالك، يقول في المغرب الأول مرة غادي يتم اعتماد واحد التقنية رائعة اللي هي التقنية ديال التعرف على الوجه ديال المسافرين. يعني هي واحد التقنيه معمول بها خصوصا في مجموعه ديال الدول المتقدمه، من ضمنها مثلا الصين اللي كانت سباقه لاستعمال هذه التقنيه، وطبعا كاينه في الولايات المتحده الامريكيه وكاينه في الدول المتقدمه. نعم. غادي يتم العمل بها في المغرب. هي اعتماد تقنيه بيومتريه للتعرف على الوجه في مطارات المملكه كلها. يعني انت مسافر، كاين كاميرات في المطار مباشرة، كتعرف شكون انت اصلك وفصلك بالتفاصيل غير من خلال القراءة البيومترية اللي كتعمل هذه الكاميرات المتخصصة. فطبعا الامر مرتبط بالامان، زيادة في الامان. هذاك الشخص اللي وصل المطار شكون هو، كتجي المعطيات ديال كلها، شكون انت، منين جيتي، فين غادي، شنو هو تاريخك، شنو هو، يعني اشياء كل شيء من الالف الى الياء بحال كنقولوا. غتبدا التجربه في واحد المطار هو الاول في المغرب. اش من مطار هذا؟ مطار بلاتي عليك، بلاتي ما تسرعيش، مشي خطوه خطوه، ما تنساش انه عندك الحق في الشراء. المكتب الوطني للمطارات اعلن مشاهدي الكرام ومستمعي الكرام عن قرب اعتماد تقنيه بيومتريه للتعرف على الوجه في مطارات المملكه. فهاد الشيء غادي تعمل اول مره في على مستوى المغرب، على مستوى واحد المجموعه ديال الدول كثيره وكثيره جدا. المغرب سباق في هذا المجال، وغادي تبدا التجربه في واحد المطار. اش من مطار هذا؟ وهذا هو السؤال. وانت كتفكري نضيف بعض المعلومات حول هذا النظام اللي كيعتمد على الرقمنه البيومتريه المعروفه ب BPSS. هذا التعريف اللي بغيتوا تعملوه كنقول لكم، اللي بغيتوا تبحثوا ولا شي حاجه في الانترنت وتقراوا على هذا الشيء، على اساس التعرف على الوجه. ف غير في التطبيق على الهاتف النقال مثلا عند واحد من المكلفين بالمراقبه وطبعا مرتبط بهذا لو سيستيم، كيمكن في التليفون ديالو يعرفك شكون انت من الالف الى الياء. وطبعا هذا الشيء غادي يكون متاح للناس اللي مكلفين بالمراقبه من الجهات الامنيه المختصة. هل من جواب يا سيدتي الفاضلة هناء؟ مطار الرباط سالا. صحيح، جوابك صحيح. أول تجربة غادا تعمل في المطار ديال الرباط سالا،
وطبعا تم تحديد موعد فتح الأضرفة في منتصف سبتمبر 2022 بالنسبة للشركة اللي غدا تقوم بتزويد المغرب بهاد النظام. مزيان جيد. نمشيو للسؤال المرحلة الموالية. شوف في واحد الدولة أوروبية واحد البلدية من البلديات ديال هاد الدول أو ديال هاد الدولة كيمشيو الناس بزاف كيتسلقوا فيها الجبال وما كيديوها شي في العلامات ديال التحذير. بحال عندنا في المغرب كتلقى شي شاطئ مكتوب عليه ممنوع السباحة، السباحة خطر، ومع ذلك كتلقى الناس عاملين الباراسولات وكيعوموا. يعني الجهات المختصة قالت لي مودي راه خطر هاد الشيء ما تعوموش في هاد البلاصة. فهاد الجهة في هاد الدولة الأوروبية عياو ما يقولوا الناس اودي ما تطلعوا شي في هاد الجبل، ولا بغيتوا تطلعوها منين تطلعوا ها الوقات اللي كتطلعوا. والناس كيطلعوا هاد العشاق والهواد ديال تسلق الجبال ما سوقهمش كيبقاو يطلعوا في هاد الجبال. كتوقع حوادث، ملي كتوقع هاد الحوادث هذيك البلديه كتولي مضطره انها خاصها تمشي تبعث للفرق ديال الانقاذ ويبحثوا على هذاك الشخص، ولا لقاو حي خصو يجيو يداواه، ولا لقاوه ميت كيخصو يتدفن ويتنقل للمنطقه ديالو. هادشي كيكلفهم اموال طائله. فجا العمده ديال هاد البلده من هاد الدوله وقال لهم شوف الخوت، اللي بغى يطلع في الجبل اللي بغى يتسلق خصو ينزل 15000 اورو، يعني 15 مليون مغربية تقريبا. تنزل 15 مليون اطلع، ترى لك شي حادث ومشاو الانقاذ غتخلص واحد 10000 اورو منها 10 المليون، متي 5 المليون ديال الجنازة، فنزل 15 مليون اطلع مادام نتوما ما بغيتو شي تحترموا التعليمات ديال السلامة، ونزل اخويا الفلوس وسير ديك الساعة حتى لا متي ولا تضربتي كاين باش ننقذوك وكاين باش ندفنوك. طبعا هو واحد القرار اللي خلى بزاف الناس يهضروا، كاين اللي معاه كاين اللي ضد، ولكن عمدة هاد البلدة في هاد الدولة الأوروبية قال ما كاينش، اللي بغى يطلع يخلص غادي يطلع، وتم تطبيق هاد الأمر. فعلى أش من دولة أوروبية كنتكلموا؟ خذي مولا التفكير. لا انا سيدي واش يكون لو مون بلون في ليطالي؟ لو مون بلون كاينه ولكن علاش ايطاليا؟ لان كتمتاز بالتضاريس ديالها مليئه بالجبال. ولكن فرنسا على الحدود الفرنسيه ايطاليا. ولكن غنعتبر جوابك صحيح مادام عطيتينا الاسم ديال الجبال مونت بلون، دونك غادي نعتبر الجواب ديالك صحيح. الامر كيتعلق بواحد البلده فرنسيه. فرنسيه على الحدود تقريبا، فجوابك غادي نعتبره انه صحيح. المهم الهدف من ادراج هذا الجواب هو انه ربما في بعض المناطق في المغرب اللي فيها تعليمات صارمه حول اشياء معينه واللي بعض الناس ما كيحترموها شيء، يمكن كيخص شي اجراءات مماثله باش تحمي الناس. الناس ما كيعرفوا شيء حدود السلامة ديالهم، حدود يعني التعليمات ديال السلامة ديالهم وكيغامروا. لا تفضلي عندك حق سي عمورة. الله يبارك فيك لاله هنا. غادي نمشيو لسؤال المرحلة الموالية. شوف كنتكلموا على ندرة المياه، الإنسان بقى كيدمر في هذه الكرة الأرضية وبقى كيسخن فيها، حتى الآن احنا بدينا كنحصلوا وغادي نعيشوا للأسف ظروف سيئة جدا. المستقبل عشان نقول لكم فيه نوع من التشاؤم إلى البشرية ما تدركاتش الأمر. الآن احنا كنعيشوا موجات ديال الحرارة ما عمر العالم شهدها. دول أوروبية كتعيش جفاف حقيقي. كاين ثلاثة ديال الدول الأوروبية مهددة أكثر من غيرها بالعطش. أعطيني جوج منها وتجاوزي المرحلة الثالثة. كاين ثلاثة ديال الدول الأوروبية مهددة أكثر من غيرها بالعطش. الدول الأوروبية اللي كانت فيها واش من شتاوات هذه واش من خضورة واش من، الآن فيها جفاف حقيقي، والحقول للأسف الزراعية المنتوج ديالها هبط بواحد الشكل كبير، وحتى هي بدا في هذه القضية ديال لوغاسيون موندو
حتى هي كاين انقطاع ديال الماء، كيقطعوا لك الماء واحد المده وعادي يطلقوه عليك، وحتى هي بدا فيها انخفاض ديال صبيب الماء. عندك يسحب لكم هذا الشيء، كاين في المغرب وكاين في بعض المناطق في المغرب. هذا الشيء للاسف وصل للعالم كله، وكاين ثلاثه دول اوروبيه مهدده بالعطش، وراه بدات القوانين فيها كتولي صارمه، بحيث انه ما عندكش اي الحق تغسل طوموبيلتك، ما عندكش الحق دير تي وتسقي الجرده ديالك، وإلا حصلوك كتخلص واحد الغرامه كبيره جدا. الامور غدا وكتصعب. فشنا هي ثلاثه الدول؟ لا لا هنا قلت لك عطيني غير جوج منها وغادي يكون الجواب ديالك صحيح. لالا هنا قول ايطاليا واسبانيا. صحيح، ايطاليا واسبانيا وفرنسا، هادو ثلاثه ديال الدول في مقدمه الدول الان المهدده بالعطش. ايطاليا، فرنسا، اسبانيا. فاسبانيا عاشت وكتعيش واحد الموجه ديال الحر خطيره، واحد الجفاف خطير، وحرائق ديال الغابات خطيره. الحرائق ديال الغابات كتمتد من المغرب، اسبانيا، البرتغال، فرنسا. الان كندا كتعيش واحد الموجه ديال الحر رهيبه، عمر كندا ما عرفاتها اللي كنعرفوها واحد البلاد ديال البروده. انجلترا كتعيش واحد الموجه ديال الحراره خطيره جدا، وصلت درجات الحراره الارقام ما يمكنش تصورها، ما يمكنش انت تصور انه انجلترا توصل فيها درجه الحراره ل 36 و 38 و 40 درجه. ما بحال اللي كنحلموا ملي كنقولوا هذا الشيء على بعض الدول. كندا مثلا 36 درجه في بعض المناطق، وارقام قياسيه جديده على مستوى الحراره في العالم اللي وصلت بعض المناطق حتى ل 52 درجه. فالان العالم ها هو كيخلص، كلنا كنخلصوا اساءتنا للبيئه. سؤال المرحله الاخيره، لالا هناء. نعم سيدي. انت الان في المرحله الاخيره، وسؤال المرحله الاخيره، كتعرفي انه الطائرات الحربيه، وكيعرفوا الاخوات والاخوان مرات من واحد المجموعه ديال المراحل حتى تطورات ووصلات اللي هي فيه الان، ومازال غادا تطور اكثر واكثر. والهدف طبعا من صناعه الاسلحه والطائرات الحربيه هو ان يقتل الانسان الانسان. شفتوا ولا صراع غريب؟ في بداية البشرية كان الصراع ديال الإنسان مع الطبيعة، وملي كنقولوا مع الطبيعة مع ظواهرها الطبيعية ومع المخلوقات. اليوم الصراع ديال الإنسان ولا مع الإنسان، من اللي غلب كل شيء، غلب كاع الحيوانات بالذكاء ديالو، بالصناعة ديالو، والزواحف وكل شيء. الآن بقى الإنسان مع الإنسان، فكيخترع وكيصنع وكيبدع لكي يقتل الإنسان والإنسان. الان كاين انواع ديال الطائرات الحربيه كثيره وكثيره جدا، ولكن كانت الانطلاقه من واحد الدوله معينه اللي هي اللي عطاتنا اولى الطائرات الحربيه. شنو هي هذه الدوله؟ وخذي مهله للتفكير. لالا هنا. نعم سيدي. تكون دولة بلغاريا؟ لا ماشي بلغاريا. شوفي الا مشيتي في التاريخ لالا هنا ديال الصناعات الحربية، غتلقاي انه البداية كانت في 1783، ولكن ماشي طائرة، كانت صناعة اول بالون مملوء بالهواء الساخن وغاز الهيدروجين لاستخدامه لغايات حربية. بالون هذه تستخدم للغاية حربية. في عام 1900 تمت صناعة أول منطاد نموذجي بمحرك على يد واحد الشخص ألماني، كيمكن له يحمل 50 كيلوغرام ديال المتفجرات باش يمكن إلقائها في
الساحه ديال المعارك على العدو. في 1990 تمت صناعه طائره اثقل من الهواء بمحرك على يد الاخوين رايت، استخدامها لغايه الاستطلاع والمراقبه، وسميت بالنموذج الف موديل ا. عام 1911 القوات الايطاليه قامت باول عمليه استطلاع بواسطه طائره فوق المواقع التركيه في ليبيا. في الحرب العالمية الأولى 1914-1918 استعملت أغلبية الطائرات في البداية لغاية المراقبة والاستطلاع، من بعد تم تزويدها بالأسلحة وربطها بالقوات الأرضية، وبانت في ذاك الوقت حوالي 166 طائرة اللي استعملت في الحرب. ولكن هالطائرات الحربية غدا تقوم بالدور ديالها الأساسي وغتبدأ المشوار ديالها الحقيقي في الحرب العالمية الثانية ما بين 1939 و1945. هذا الموضوع ديال تطور الطائرات المدنية والحربية وخصوصا الحربية موضوع مهم جدا أنكم تقرأوا عليه، أنكم تفهموا التاريخ ديال الطائرات الحربية وكيف أنها تطورت والأدوار اللي لعبت والأدوار اللي ما زال كتلعب، وخا ما كاينش حرب حقيقية في واحد المجموعة المناطق، ولكن الخلق التوازنات استراتيجية فكتلعب واحد الدور مهم جدا. والدول المزودة بقوات جوية كبيرة كتكون دول مهابة نوعا ما. جيد، مشكورة للا هناء أستاذتي الفاضلة، ونمشي لمكالمة هاتفية أخرى. ألو، صباح النور. صباح الخير والورد والياسمين. صباح الخير. مرحبا بسيدي، اهلا بك، شرفني بالاسم. سي محمد، مرحبا. كبير هذا، وكبير وكبير وكبير، الله يطول عمرك، اهلا بك. معك مصطفى من بيت برشيد، هو مدام الوليدات. مرحبا بك اليوم. مرحبا بكم سيدي مصطفى، ومرحبا بالاسره الكريمه كلها، وهذا شرف للبرنامج سيدي مصطفى. الله يطول عمرك، راك عزيز علينا بزاف. الله يبارك فيك سيدي مصطفى. سيدي مصطفى كانت واحد الفئه، واحد بالنسبه لي 10% بحال الصحفيين، بحال بيت الضمير وبيت الوطنيه، وبهذا كون شينا بعيد للاسف الشديد. الله يطول عمرك سيدي مصطفى. سيدي مصطفى شنو كتعمل في حياتك الا سمحتي؟ انا عندي واحد المقهى صغيره كنديرها. شنو هي الاكراهات اللي عندكم مع الزيادات اللي كاينه في بعض المواد الغذائيه؟ شنو الاكراهات اللي كتعيشوا؟ بالنسبه للمواد الغذائيه ما عندناش مشكل، عندنا مشكله مع لي زامبو تي بي والباش و الإكراهات اللي مال الدولة وصافي، هادشي اللي كاين. عندكم ضرائب كثيرة كتخلصوها؟ كثيرة، وما تعاونتش معنا الدولة ولو عاد شي، هذا ما كاينش والو، ما كاينش ولا شي عفاء ولا شي ريديكسيون بحال هكا ولا نهائيا. داكشي بقى هو الباش 30 درهم المتر كاري، تبيع هي. كتخلصوا ديك الضريبة ديال المشروبات اللي خلى الاستعمار؟ باقي كنخلصوها، حتى هما راه كيديروا شي اللي بغاو الإقرار. كاين هذيك راه كل 3 شهور تجيك 400 درهم 500 درهم، وما تيجي يسول ما يشوف وما والو، تينزلوا لك منين جبتي هذا؟ من اين لك هذا؟ علاش بنيتي؟ علاش بازيتي؟ تيجيو القهوه كتصفر الناس دابا مع كورونا، اسمها محمد عموره ولا ترباو على بزاف ديال الاشياء، راه ما بقاش هذاك، راه واخا دابا ولا تحيد الحجر وداك الشيء، ولكن الناس تربات على قهوه في الدار، تربات على الناس كتخدم في دارها، صافي بنادم دار ألف حوايج، ألف ما حوايج أخرين. صحيح صحيح أسيدي مصطفى. ومين كاين الناس اللي اكتشف، كاين اللي اكتشف، أنا صحابي نيت أصدقاء ديالي، حيت أنا راه مني جاي ومني هذا كيجيو عندي الناس، أنا كيجيو على قبل نيت القهوة أصدقاء ديالي إلى آخره، مقهى صغيرة ماشي شي قهوة نيت، وجاو كيكتشف بأن كان كيخلص القهوة 900 درهم، كاين اللي كان 1000 درهم، لأن الجارو كيتكما مع القهوة مثلا، ما كيكون الإنسان في دارو كيقدر يتشافي بواحد السيجارة ولا جوج في الصباح كامل. باكونتر الا مشى للقهوه كيشرب مع قهوه كيكمي معها خمسه ولا سكوار، وكيهز واحد اخر كيدير في الطوموبيل. بنادم من ايام كورونا هو يكتشف جيبو بحال بدا يسخن واحد الشويه، صافي ومشى. واضح، يعني بنادم اكتشف عادات جديده في الايامات ديال كورونا، كاين اللي ولا كيحسن الراس وشعره. تماما تماما محمد عمورة. جيد سيدي مصطفى، اعطيني رقم الا سمحتي. ايه أبنتي نقول لك الرقم. يلا مرحبا بالله. آية. بالبنيه راه كملات لينا الكلاس بريبا هذا العام. مزيان ممتاز. شنو غتعمل ان شاء الله؟ قررت شنو غتعمل ولا مازال؟ دابا على حساب، لا على حساب كلاس مونسي محمد عمور، عندهم واحد الديكور في شكل بحال دابا هذوك المدارس المهندسين عندكم في الرباط. حسنيه ليمين محمديه لانسياز الى اخره.
كيمشيو على الكلاسمون ديالك دابا كتلوه في المدارس كلهم وكتسنى تشوف هنايا اللي بحال شي المعدل فين غتهز فوالا الله يوفقها هي كبيرة من 51 ياك اسمها من 51 طبعا 40 يلا اي 40 40 غادي نلقاو اربعه ديال الاسئله مبلغ مالي افتراضي يقدروا 500 درهم عندكم جوج د المساعدات بالمجان كنعرفوا الجوج ديال الصح لا والو افتراضي افتراضي يا سيدي مصطفى ما بغاوش يعطيونا الفلوس باش نعطيوكم الجوائز ديتي لينا انا مشبعك من تيبا انا راه عندي 52 سنه مشبعك من تيبار ديال البرنامج وكاع البرامج جاو لك من اول منك واليك الله يطول لك العمر سيدي مصطفى قلنا اذا سلسله رقم 40 فيها اربعه المراحل وفيها جوج المساعدات بالمجان 500 درهم كمبلغ مالي افتراضي غادي نمشيو يا سيدي لسؤال المرحله الاولى كما هي العاده اللي هو سؤال فني وغادي نحاولوا اننا نتعرفوا على صاحبه وصاحبه هذا الصوت وطبعا مزيان انه كاين الاسره كلها غادي نتعاونوا شوف هادو جوج ديال الاصوات فيهم صوت رجالي وصوت نسوي لا تعرفتوا على واحد فيهم غادي يكون الجواب صحيح الداودية صحيح جوابك صحيح الداودية ومع الشاب بلال الإشارة سألت أقرب شيء أكثر من الإشارة جيد إذن الداودية ولا بلال 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 الداودية الشيخ الكامل ولا بلال لا بلال هذه من الأغاني الأخيرة ديال زينة الداودية وبلال فهاد دويتو كاين واحد المجموعة ديال المقولات اللي كيمكن تنفعنا في حياتنا لأنه قالوها ناس من بعد تجربة ومن بعد معرفة وما إلى ذلك فغادي نعطيكم واحد المقولة وكنتمنى عليكم أنكم تكملوها متفقين كيقول لك النجاح كالسلم النجاح بحال الدروج النجاح كالسلم لا يمكنك أن تتسلقه بينما يداك في نعاودو بشوية علينا ورا سيدي مصطفى راه المقولة ما معقداش غير بشوية كيقول لك النجاح بحال الدروج كالسلم تماما ما يمكن لكش أنك تسلقه أنك طلع في الدروج ويديك في الأسفل التي ما تسرعش وبشوية علينا وإحنا قلنا الأسرة كلها غنتشاوروا مع بعضياتنا تماما النجاح كالسلم لا يمكنك أن تتسلقه بينما يداك في بشوية في جيبك هيا جبدات آية آية عندها الحق راه داكشي علاش دازت في كلاس بريبا عندها الحق وإلا حللنا هاد المقولة الرائعة جميل جميل صراحة إلا حللناها غنلقاوها وهذا هذا هذه رسالة لكل الشابات والشبان والناس عموما راك إلا بغيتي تنجح يعني بغيتي تطلع بغيتي تطلع في سلم الحياة بغيتي تطلع في الدروج واش كتكون طالع في الدروج وانت داير يديك في جيابك لأنه كاين احتمال في أي لحظة أنه تعطر تزلاق تقدر تطيح فديما يديك يكونوا مطلوقين اما شاد في الجنب في شي باسامان ولا كاين ولا شاد في الحديد ديال الدروج ولا شي حاجه باش ديما شاد راسك ما درتي يديك في جيوبك وبقيتي طالع الا زلقتي غتجي على وجهك بمعنى اخر انه الا بغيتي تطلع في سلم الحياه خاصك تخدم خاص يديك يديروا شي حاجه خاصك تضرب تماره الا بغيتي تنجح فلذلك فالنجاح كالسلم لا يمكنك أن تتسلقه بينما يداك في جيوبك مزيان جاوزنا هذه المرحلة وغادي نمشيو لسؤال المرحلة الثالثة وفي سؤال المرحلة الثالثة غادي نقلبوا يا سيدي الفاضل على أكبر بيت في العالم هو قصر ديال واحد السلطان هذا السلطان هدفه هو انه يعيش شي حاجه اللي ما كيعيش حتى شي واحد اخر كتلقاه كياكل بالمعالق ديال الذهب كيجلس في الكرسي ديال الذهب كيستحم في شي مواد اللي ما تخطرش لك على البال ومن وسط هذا الشيء كله انشا اكبر بيت في العالم نسميه قصر قصر كبير اكبر ما كاين في العالم لحد الان الثروة ديال طبعا ديال هاد الشخص اللي كنتكلموا عليه واللي انشأ اكبر بيت في العالم تصور انه الثروة ديالو كتزاد بمقدار 90 يورو في كل دقيقة ونصف
90 يورو بحال قلتي 900 درهم في كل دقيقه ونص الثروه ديالو كتزاد 900 درهم. دابا ملي بديت بلي بديتي المسابقه معنا سي مصطفى الا كان داز 3 دقائق ولا 4 دقائق ونص فهي 990 اورو مضروبه في 3 كل دقيقه ونص الثروه ديالو كتزاد لان الثروه ديالو كتجاوز 33 مليار دولار. فانشا اكبر بيت في العالم، اما شكون هو هذا السلطان او اين يقع هذا البيت اكبر بيت في العالم. خذ يا سيدي الفاضل مهله للتفكير. سيدي مصطفى. سيدي محمد. هذا السلطان ديال بروناي. صحيح. سلطان. كانت هذه المعلومات صراحة كانت سلطان بروناي بالفعل. هاد. عنده السيارات ديال الذهب وعنده. هو كيعتمد في حياته كلها على الأشياء النفيسة من جواهر من ماس من ذهب وما إلى ذلك. فقلنا انه هذا البيت ديالو، وسمع مزيان لانه السؤال الموالي غادي يكون دائما في نفس الموضوع. هذا البيت تبنى على حوالي 200,000 متر مربع. 200,000 متر مربع كيتكون من 1788 غرفه. 1788 غرفه منها ما هو مزين بالذهب والماس. هذه الغرف كتحتوي على ما يقارب 650 لوحه فنيه. أرخص هاد اللوحات الثمن ديالها ما كيقلش على 150 ألف أورو، يعني 150 مليون مغربية تقريبا. فيها 257 حمام. هاد البيت فيه 257 حمام، إضافة لواحد القاعة ديال المأدوبة. إلى عرض على شي جاو عنده الأصدقاء وهذه كتستوعب حوالي 5000 ضيف. 5000 ضيف به الاحتفالات كيستوعب 4000 شخص. كيتوجد في هاد القصر حوالي 5000 سيارة فريدة من نوعها ونادرة. يعني إلا بقيت كنقدم لكم المعطيات حول هاد البيت يمكن غادي تدوخوا شي شوية. فهاد القصر يعتبر فقط سكن شخصي لهاد السلطان ديال بروناي. مزيان يا سيدي الفاضل. الان هذا السلطان ديال بروناي شحال في عمره؟ شحال وصل عمره دابا تقريبا؟ هذا هو السؤال الاخير. شحال عمر هذا الشخص الان، هذا السلطان بروناي اللي كيعيش حياه البضخ الحقيقيه؟ خذ مهله للتفكير. مصطفى. واش محمد هو ما وليتش من عام كنا كتوصينا دائما ديما كتقولنا المهم الاول معلومه باش تبحثوا هادي والي دابا داكشي راه ولا الطياره المبين. عنده 76 سنه ولكن دائما كنا كنقولوا حنا دابا بنتي شنط صغيره قالت لي لا بابا خلاص. قلت لها لا حنا الهدف ديالنا هو نعرفوا المعلومه. صحيح. دابا حنا كاع الاسره كلها غتعقل على هذا السيد ولا هذا البدخ ولا 76 سنه ولا بروناي. صحيح. هو من مواليد 15 يوليو 1946. جوابك صحيح. ممتاز تبارك الله عليك. اللي بغينا نقوله يا مستمعي الكرام ومشاهدي الكرام مع حبي واحترامي للكسيدي مصطفى، مهما بلغت ثروة الشخص والأموال اللي كيملك والأشياء اللي عنده،
فدائما محدودية البشر واحتياجات البشر كتخلي داك الشيء اللي كيملك كيعطيه المتعة الزائفة غير في إحساسه غير في عقله. أما وضع ما شئت من المأكولات والمشروبات على مائدة على طابلة، راه غتاكل هذاك الشيء اللي غتقدر المعدة ديالك تهزولك. هذا الشيء لا ما كانش فيك شي مرض وكانوا قاطعين لك الأطباء شي حاجة. يكون عندك جميع القصور، فين ما تمشي تلقى قصر، في كل مدينة قصر، تكون المساحة ديالك كيف ما بغيتي والتجهيزات ديالك كيف ما بغيتي، راك غتتواجد في مكان واحد ما يمكنش تتواجد بها كلها. المسألة هي مسألة إحساس. يكون اتساع اللي عندك في هذا القصر وفي هذا الفيلا وفي هذا الدار وفي هذا لابارتومون اللي بغيتي، ملي كتجي تشوف كتلقى راسك كتعيش في الحيز المكاني ديال الجسد ديالك. يمكن عندك 14 غرفة ولكن كتلقى راسك انت ديما عايش في بيت واحد هو اللي كتلقى فيه راحتك، ولا في المكتب ديالك فين كتخدم. عندك من المال ما يجلب لك، لكن انتي امرأة للرجال اللي بغيتي، كنتي راجل العيالات اللي بغيتي. القدرة ديالك الممارسة الغريزية محدودة، غيجي واحد الوقت غتحبس. وقص على ذلك، فكتبقى هذه القضية ديال أنه جمع المال والثروة وما إلى ذلك مسألة كتعطيك واحد الإحساس أنه أنت عندك. كل اللي عنده الملاير عمره ما شافهم، راه ماير في البنك، راه ما كيسبحش وسط منهم، ما كيعومش وسط منهم. باش كيبقى المنطق شنو هو؟ هو منطق القناعة، ولكن القناعة المرتبطة بالكرامة، أنه عندك في حدود ما يخليك تعيش في واحد الكرامة وما محتاجش تمد يدك. هذا هو أهم شيء اللي يبحث عليه الإنسان. والثروة الحقيقية اللي ما كتسالاش واللي كتبقى دائمة عند الإنسان هو القلب الطيب، الروح الطاهرة، والأخلاق العالية. جيد سيدي مصطفى، مرة أخرى شكرا لك، وشكرا لكل الأسر الكريمة اللي كتشارك معنا. ربما غادي نرجو مكالمة واحدة قبل ما نودعكم، وهذا الخبر من ضمن دوك جوج خبيرات اللي عندي لحضراتكم، خبر مزيان غادي يعجبكم، والثاني يمكن ما يروق شيء. عدد منكم الخبر المزيان، برنامجكم مسابقات مفتوحة دائما راه معكم مادامنا حيين ومادام معك هناك طاقة باش يمكن نشتغلوا مع حضراتكم. ودائما غادي نبقاو اوفياء العهد المهنية والعهد الوطني. الخبر اللي يمكن شيء ما يعجب شيء عدد منكم، وان هذه اخر مكالمة هاتفية مبرمجة لحلقة اليوم، مع الاعتذار للاخوان والاخوات اللي كان بدهم انهم يشاركوا معنا ملحوقة في مناسبة قادمة بحول الله. الو صباح الخير. الو صباح الخير. مرحبا بسيدي، شرفني بالاسم اذا سمحتي. معك المهدي الزيري من مدينة القارة. مرحبا بالسي المهدي والقارة وبرشيد. السي المهدي مرحبا، طول عمرك. شنو كتعمل في حياتك السيد المهدي؟ أستاذ. أستاذ مرحبا بك، فاش من المادة إلا سمحتي؟ بارك الله. علوم شرعية. أنا أستاذ في البحرين ماشي في المغرب. في البحرين، ممتاز. الآن أنت مقيم في البحرين ولا في المغرب؟ دابا الإجازة الصيفية هذه ضروري غنكون في المغرب. مرحبا طبعا. بارك الله فيك، تحياتي. سيدي المهدي تحياتي إليك، أعطيني رقمي إذا سمحتي. الرقم نختار 41. 41، مشيتي للبحرين في إطار البعثات، في تبادل ديال البعثات ما بين المغرب والبحرين الشقيقة، ولا أنت قلبتي على راسك ومشيتي للبحرين؟ لا لا، بعثة ديال المغرب. ممتاز. شحال من عام عندك في البحرين السي المهدي؟ شحال من عام؟ دخلنا في 2012 تقريبا 10 سنين. ما شاء الله. ولفتي الحياة في البحرين؟ شوية شوية. شنو الأشياء اللي كتعجبك في البحرين والأشياء اللي يمكن كتخلي صعيب أنك تولف؟ اللي تخلي شوية صعيب أنك تولف هو حرارة ديال الجو. الحرارة مرتفعة بزاف. الحرارة يعني زايدة بزاف كاع. زائد الرطوبة. واضح. أنت فاش من مدينة في البحرين؟ أنا في المحرق. محرق هي في الجنوب في الشمال. نعم. المحرقة. لا في الشمال. الشمال الشمال ديال البحرين. محط. نعم. مزيان. كاين جالية مغربية مهمة في البحرين؟ هي كاين جالية مغربية، وكاين مثلا السفارة المغربية تما، هي جالية مهمة مادام كاين التمثيل الرسمي في البلاد، إلا غتكون واحد أكيد بالنسبة يعني مهمة في الجالية. أكيد يا سيدي الفاضل. جيد، أعطيني رقم. نعم سيدي. الله يطول عمرك. الرقم سيدي 41.
41 في 41 غادي نلقاو ثلاثه ديال الاسئله وغادي نلقاو مبلغ مالي افتراضي يقدروا 500 درهم. عندك مساعده واحده بوسطة الشراء غتاخذها وقت ما بغيتي يا سيدي مهدي. اتفقين؟ مرحبا اكيد. هذه اغنيه امازيغيه لواحد المجموعه معروفه جدا. كيخصك غير تركز مزيان، نتمنى انه يكون عندك مع الفن الامازيغي وتكون كتعرف بعض الاسماء، ولا ما عرفتي شيء ما تنساش راه عندك الحق في شراء المساعده. استمع. نعم سيدي عموره. اسم المجموعه معروفه هذه المجموعه. اسم دايني وفن، هذا العنوان ديال الاغنيه. غادي نقول لك المنطقه ديال الشاويه قليله فيها شويه الامازيغيه. ما عندناش ذاك الارتباط. غادي نشري المساعده. شري المساعده. غادي نقول لك ان هذه مجموعه اودادن، مجموعه امرسوك، مجموعه ايوين. أودادن هذا علاش حاولت نموه في الاحتمالات الاخرى باش تعطينا أودادن، وبالفعل هذه مجموعه أودادن في الجديد ديالها. الاخ ديالي حدايا قال لي في الاول أودادن وقلت لي غادي نشري المساعده. ايوا شتي، اسمع الهضره ديال الاخ ديالك ياك. أودادن مزيان. الله يطول عمرك. تحيه للاخ ديالك الفضيل. الله معاين على سيدي. اوكي وجه لك تحيه. الله يبارك فيك. شوف في آخر تصنيف واحد الجامعة مغربية حازت مراتب مشرفة على المستوى الإفريقي والعربي، وطبعا حازت المرتبة الأولى على الصعيد الوطني. فأش من جامعة هذه من الجامعات المغربية اللي حازت المرتبة الأولى في المغرب وحازت مراتب مشرفة على الصعيد الإفريقي وعلى الصعيد العربي؟ خذ مهلة للتفكير. هل من جواب سيدي مهدي؟ إن شاء الله غادي نقول واحد الجواب. جامعة الأخوين. لا. الله أكبر. ماشي جامعة الأخوين. وين المشاركة؟ طبعا سيدي مهدي مشكور على المشاركة ديالك. في اخر تصنيف اللي صدرته واحد المؤسسه دوليه في هذا الشهر تصدرت جامعه القاضي عياض قائمه الجامعات المغربيه والمغاربيه اضافه الى رتبه متقدمه على المستوى الافريقي، فهي الاولى مغربيا. طبعا كتعرفوا الجامعه ديال القاضي عياض الاولى مغربيا ومغاربيا، والرتبه 19 على الصعيد الافريقي، والرتبة 18 على الصعيد العربي، والرتبة 1154 على الصعيد العالمي. فبالنسبة لنا على الصعيد الوطني العربي والإفريقي كتبقى رتب مشرفة، وإن كنا نصبو وهذا ما نتمناه أن جامعاتنا المغربية تأخذ مراتب أحسن على المستوى الدولي. طبعا شنو المعايير المعتمدة من أجل تصنيف هذه الجامعات؟ فكاين معايير دولية دقيقة، المؤشر ديال التأثير، ما هو متصل بالأبحاث العلمية اللي عندها تأثير دولي في مختلف المجالات، بالإضافة لبراءة الاختراع والعدد ديال المقالات العلمية اللي عندها تأثير على المجتمعات، إلى جانب مؤشر الانفتاح على المحيط ديالها الوطني والدولي والمؤشر ديال التميز. برنامج مسابقات مفتوحة، محمد عمورة بكل حب يحييكم، إلى اللقاء.